احنا مش عارفين والله، احنا مش احنا تعبنا، تعبنا قوي، تعبنا عشانها، ومن احنا بنشوفها بتضيع والله. ويمكن انتوا سامعين صوتها، يعني هي لما بتتألم ده صوتها. فأنا بناشد أي مسؤول، أي دكتور كبير يشوف حالة مسك ويقدر يتولاها ويقدر يعالجها. يعني هو ده اللي أنا طالباه، تشخيص وعلاج. يعني مسك كانت مولودة بحالة طبيعية، جدا وبعد كده بعد 3 شهور كانت حالتها كويسة جدا لحد 3 شهور، ايه اللي بدأ يظهر في جسمها؟ راسها بتكبر، راسها بس، راسها بس يعني هي اللي بيكبر فيها راسها مع الوقت، بس لكن جسمها زي ما هو. رغم ان اتعمل لها عملية ركبوا صمام عشان المية والراس ما تكبرش، ومع ذلك الصمام شغال كويس والراس برضو ما زالت بتكبر وما زالت بتعبي مية تحت الجلد، واحنا مش عارفين الحل ايه. وهي كل يوم والتاني في مستشفى بتاخد دم عشان هيموجلوبينها بيقع وصفايح بتقع، ومحدش عارف يوصل لحل معاه. وعظم بيطلع في الوش كل يوم، بنلاحظ ان في عظم بيطلع في الوش في حتت معينة. يعني هي بس كل التغييرات اللي شغالة شغالة بس في وشها. في وشها وراسها، التغيير كله في الوش والراس. طب معقول كل الفحوصات والإشاعات والتحليلات اللي عملتها لا، مفيش؟ مرض نادر، كل الدكاترة بتأجمع ان هو مرض نادر. ما فيش حالات زيها قبل كده؟ لا، ما بيقولوا ما شافوش، ما مرش عليهم. لأول مرة يشوفوا ده حالة أول زي مرة، كده؟ ده أول مرة. الحمد لله الحمد لله، ربنا الحمد يسترها لله. طبعا. الموضوع أنا عايزة بس أوري السادة المشاهدين مسكي أول ما اتولدت. دي مسك، دي مسكي جديد لما تقريبا، اتولدت. لكن يعني هي دلوقتي غير كده خالص، شكلها حاليا غير كده خالص خالص خالص. يمكن يكونوا السادة المشاهدين شافوها في لايف قبل كده، مسك طلعت بوشها وشكلها. لا، لكن مسك بتروح والله، مسك فعلا بتروح. هي دلوقتي عندها 7 شهور، عندها 7 شهور، واللي بيكبر بس وشها وشها وراسها وعظم دماغها بس. اه، انا شفت كده بتاخد دم، ليه الدم ده؟ هيموجلوبينها بيقع، وبيقع بطريقة يعني هي لو واخدة يوم ايه، واخدة من يومين، لو حضرتك خدت بالك منها هتلاقي لونها غير، يعني عايزة لونها دم على طول. محتاجة دم على طول. طب الدكاترة قالوا لكم ده بسبب مش ايه؟ عارفين برضو ايه السبب، سبحان الله، مين ايه السبب، لا حول ولا قوة إلا بالله. مش عارفين ايه السبب.